السلام عليكم. هنبدأ يونت 1 اسمها ايه؟ I feel good. feel يشعر. طب نبدأ كده في الفوكاب اللي موجودة في الدرس. أطعمة يعني ايه؟ foods. 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 موز يعني ايه؟ bananas. 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 طب عنب؟ grr. الجيم على الار بيقولوا ايه؟ grr. gray long a. grapes. grapes. طيب مانجو؟ mangoes. 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 في اي اس. mangoes. بطيخ؟ watermelon. watermelon. الاو هنا شوا. water م الاي بتقول ا إيه. م melon. watermelon. لبن؟ milk. مي milk. milk. قصب السكر اسمه ايه؟ شو. هنا بنقول شو. sugar. sugar. كين long a. a ساكن e. a اخر الكلمة e. a. sugar cane. sugar cane. اوكي يبقى اول حاجة foods. foods يعني اطعمة. foods. bananas. bananas. grapes. grapes. mangoes. mangoes. watermelon. watermelon. milk. milk. sugar cane. sugar cane. طيب بطاطس يعني ايه بقى؟ potatoes. poo اللي هنا الأبضم. poo. potatoes. 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 طماطم يعني tomatoes. 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 اخرها es عشان في هنا o جمع. طيب بصل يعني onions. on الاو هنا قلنا ايه شوى. onions. 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 كل ده plural جمع. دجاج يعني ايه؟ الاول بيض. eggs. الاي بتقول ايه. ايه. eggs. بعد كده يلا chicken. السي والاتش بقول تش تش. وهنا في سي كي. والاي ساوند ايه. ايه. تش. chicken. chicken. لحمة meat. meat. طيب رز. rice. long oi. الاي. اي اخر الكلمة ايه؟ هنقول اي. اي. يبقى راي. rice. rice. اوكي نكمل الفوكاب. مصر يعني ايه؟ ايجيبت. 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 فلاحين فارمرز. 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 حيوانات الاي بتقول ايه؟ ني الاي بكسر. اي اي. انيمالز. انيمالز. يربي الحيوانات ممكن اقول ريز او كيب. هنا في لونج اي. اي او ايه؟ ريز. اي اي بيقولوا اي. اي. يزرع او ينمو جر. grow. او دبليو لونج او. او. grow. ينتج produce. pr. produce. يو. produce. خضروات vegetables. vegetables. هنقسمها vegetables. 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 مشروب يعني ايه؟ drink. drink ممكن تبقى verb بمعنى يشرب او ممكن تبقى noun يعني ايه؟ مشروب. طيب نكمل. بعد كده في حاجة اسمها ايه؟ وجبة. meal. e. meal. زي ايه؟ وجبة الغدا اسمها اليو تقول لا. lunch. lunch. الفطار br. breakfast. breakfast. العشاء يعني ايه؟ dinner. فيها دبل ان. dinner. dinner. طيب يلا نكمل الكلمات. مصري يعني ايجيبشن. ايجيبشن. هنا دول مع بعض بيقولوا شن. بيقولوا شن. ايجيبشن. ايجيبشن. اوكي تي اي اي ان. تي اي اي ان. تي اي اي ان. ايجيبشن. ايجيبشن. جاهز يعني ريدي. ريدي. طيب جهز بقى. خلص. خلاص اسمها ميد. اصلها ميك بس ده الماضي. لونج اي. اي. ميك الماضي بتاعها ايه؟ ميد. طيب احنا عارفين بلد او دولة يعني ايه؟ كانتري. خدنا قبل كده كانتري. طب عايز اقول دولتنا احنا. الاول يو بيقولوا او يبقى اقول اور كانتري. هقول ايه؟ اور كانتري. طيب صحي يعني هيلثي. هيلثي. شو healthy. طب عايز اقول اكثر صحة هقول ايه؟ healthier.
Healthier. I-E-R. I-E-R. Healthier. Healthier. منطقة يعني ايه؟ table. table. كنا واخدين خضروات يعني ايه؟ vegetables. vegetables. اوكي؟ ومنطقة يعني ايه؟ table. لو اقول حاجة عايز اقول مثل، اقول like. like كمان بمعنى يحب. اوكي؟ like. long oi. like. اي يعني ايه؟ which. ال h هنا silent وال i بكسر. we. ايه ايه. وال c وال h بيقولوا ايه؟ cha. يبقى which. 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 يعتقد think. ال t وال h sound e. k. think. think. يرى see. long e. see. يبني build. ال build هنحفظها ازاي؟ هنا في u اي هنقول ايه؟ b u i l d. b u i l d. build. build. منازل يعني houses. الاول يو بيقولوا ايه؟ او. لو كده اتخبطنا قلنا ايه؟ اوتش. او. اول يو او. how houses. houses. يطعم يعني ايه؟ دبل اي. يقولوا اي. feed. feed. يحصل على get. يحصل على get. الاي طبعا ساوند ايه؟ ايه. جه. يتناول. هاف. يعني عايز اقول يتناول وجبة الافطار هقول ايه؟ هاف بريكفاست. طب يتناول الغدا؟ هاف لانش. طب العشاء؟ هاف دينر. يبقى هاف يعني ايه؟ يتناول. يعني او يقصد مين. معناها ايه؟ مين. لونج اي. اي اي. اي اي. طب تعالوا كده نكمل. طعام مميز يعني ايه؟ سبيشال فود. سبي. 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 شال. ايه اللي بيقول ش؟ سي اي اي. سي اي اي. سبيشال. سبيشال فود. دبل او. يبقى السي اي اي مع بعض بيقول ش. سبي. سبي. شال. سي اي اي ال. سي اي اي ال. سبيشال فود يعني طعام مميز. يبدو لذيذ. لوكس ديليشيز. ديليشيز. ده الاي بتقول ايه؟ ايه. دلي ش. سي هنا بقى مش سي اي او. اللي فوق كانت سي اي اي. طب هنا سي اي او. يو اس. دلي شز. دليشز. دليشز. يبقى هنحفظها ازاي؟ د لي سي اي او. يو اس. سي اي او. يو اس. طب عايز اقول من اجلنا. فور اس. for us. يأتي من. come from. يأتي من. come from. come from. come from يعني ايه؟ يأتي من. هيا نأكل. let's eat. هيا نأكل. let's eat. هيا نأكل. let's eat. let's يعني هيا. لما نيجي نقترح على حد حاجة نقول له let's وبيجي بعدها infinitive يعني فعل في الايه؟ في المصدر. let's eat. العديد من الاشياء. العديد يعني many. many things. many things. وماذا ايضا يعني ايه؟ what else. ايه. what else. هذا صحيح. that's right. that's right يعني هذا صحيح. طيب تعالوا كده نشوف ايه الكلام دوت. مام بتكلم ماجد فبتقول له ايه؟ lunch is ready. بتقول له ايه؟ lunch is ready يعني الغداء جاهز. I made. انا جهزت. some يعني بعض. some special food for us. بعض الطعام الايه المميز لينا. for us يعني من ايه؟ من اجلنا. اخدناها هنا for us. جميل قوي. mom it looks delicious. it looks delicious. ماجد بيقول لها يا ماما ده ايه طعمه؟ ايه طعمه؟ لذيذ. it looks delicious. mom قالت له ايه؟ which food comes from our country do you think. اي طعام. which يعني اي. اي طعام يأتي من بلدنا. Do you think؟ انت تعتقد ايه؟ تفتكروا ايه الطعام اللي بيجي من البلد بتاعتنا؟ طيب ماجد قال ايه بقى؟ I think we grow rice. احنا بنزرع الرز in Egypt. احنا عندنا rice. yes. مام قالت له yes that's right. what else. ايه تاني؟ I think we raise chicken in Egypt. انا اعتقد ان احنا كمان بنربي الدجاج في مصر. مام قالت له yes and tomatoes and onions.
Egyptian farmers, المزارعين المصريين بيعملوا ايه, produce many things you see, بينتجوا حاجات كتيرة جدا انت بتشوفها on this table, على ايه الترابيزة دي. Let's eat, يلا هيا نأكل. ماجد قال لها ايه, يام, لذيذ. طيب السؤال اللي هنتعلمه ايه هنا, what foods do we produce in Egypt. يبقى لازم نعرف السؤال ده كويس, what foods do we produce in Egypt, يعني ايه الأطعمة التي ايه ننتجها في مصر. What foods do we produce in Egypt. طب الإجابة ايه بقى, we produce vegetables, احنا بننتج الخضروات, like يعني مثل ايه بقى, زي ايه, potatoes and tomatoes, زي البطاطس والطماطم. اوكي, what do you think about, لما تسأل شخص عن رأيه تقول له what do you think about. طيب مثلا هي بتقول له ايه رأيك في الطعام, عايز تقول لحد ايه رأيك في الطعام, تقول له ايه, what do you think about the food, لو الطعام شايفه جميل تقول I think it's delicious. نتعلم كمان let's, يعني هيا, بتستخدم للاقتراح, لو عايز تقترح لحد يلا نأكل يبقى نقول له ايه, let's eat, let's eat. طيب يعني ايه let's بيجي بعدها infinitive, يعني ايه اصلا مصدر, معنى مصدر يعني بدون اضافات. يعني ايه كمان بدون اضافات, احنا عندنا verb مثلا زي eat يأكل ممكن يتضاف له s يبقى eats, ممكن كمان يتضاف له ing, او نشوف مثلا verb زي play ممكن يتحط له s plays, او يتحط له ing playing, او يتحط له ed play. طب فين الاصل, فين المصدر, اصله play يبقى ده المصدر, كل ده ايه اضافات. يبقى let's ما ينفعش تاخد plays ولا playing ولا played, تاخد play بس وتاخد eat, بيجي بعديها infinitive يعني مصدر. كده احنا خلصنا كلمات في اول unit, unit 1, I feel good, I feel good. نحفظ الكلمات كويس, والفيديو الجاي هنعمل التدريبات. يلا نحل مع بعض الأسئلة. We have, احنا عارفين have يعني يتناول. We have ايه يا ترى, breakfast ولا lunch ولا dinner. Dinner in the afternoon, afternoon طبعا هنا بنقول عشان هنا في فاول نقول in the afternoon, in the afternoon وقت الظهر. هناكل ايه, اكيد وجبة الغدا lunch, الصبح هيبقى breakfast وبالليل هيبقى ايه dinner, يبقى in the afternoon lunch. We have, we have يعني يتناول. I drink, انا بشرب, ايه before يعني قبل, I go to bed. طيب milk, هشرب ايه, هشرب رز ولا موز, لا milk. اوكي, potatoes and ايه are vegetables, يا ترى ايه اللي من الخضروات. طب تعالوا نشوف كده ايه اللي موجود هنا, onions, grapes, bananas. طيب انا عندي ايه, onions يعني بصل, grapes عنب, bananas يعني موز. طب ايه اللي من vegetables, onions, potatoes and onions. We have, احنا بنتناول ايه, in the evening, في المساء, يبقى المساء هيبقى ايه dinner, وجبة العشاء dinner. Egyptian farmers raise يعني ايه, بيعتنوا او بيربوا ايه, chicken, tomatoes, sugar cane, اكيد بيربوا كمان ايه, بيربوا ايه, chicken. Farmers grow, المزارعين المصريين بيزرعوا animals ولا rice ولا chicken, هيزرعوا ايه rice. We have ايه in the morning, في الصباح هيبقى هنتناول وجبة ايه breakfast, وجبة الفطور. جميل, the food is delicious, الطعام لذيذ. let's ايه, احنا اتفقنا ان let's بيجي بعديها infinitive, يبقى هاخد eat, ما ينفعش eats ولا eating. we get milk from, احنا بناخد اللبن من مين, chicken ولا animals ولا sugar cane, animals طبعا اكيد مش هناخد milk من chicken ولا sugar cane. We get A from a chicken, احنا بناخد من chicken A. بعده A. Read and circle the odd one out, هنطلع الكلمة المختلفة بره. طيب lunch, watermelon, breakfast, dinner. طيب بصوا كده واحدة واحدة, دول وجبات lunch, كل ده meals, يبقى مين اللي مختلفة, watermelon, onions, mangoes, bananas, grapes. طيب هنشيل ايه, كل دول تبع fruits, onions عشان ده ايه تبع vegetables, rice, meat, chicken, milk. طيب هنشيل ايه, rice, meat, chicken, milk, هنشيل milk لان كل دول تبع الاكل, لكن milk بنشربه تبع drinks, مشروبات. tomatoes, potatoes, onions, mangoes, كل دول تبع vegetables, هنشيل ايه mangoes. اوكي okay.